أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تقيم جميع البلدان في 1 حزيران يوماً عالمياً للطفل يحتفل به بوصفه يوماً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال، حيث أقيمت في أربيل احتفالية قامت بها المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية بيوم الطفل العالمي. المدير العام للثقافة والفنون السريانية قسم ثقافة الطفل وكتقليد سنوي تقيم احتفالية يوم الطفل العالمي. بهذه الظروف اللي يمر بها اليوم خاصة الطفل العراقي أو في مجتمعنا العراقي اليوم وفي الظروف الموجودة لكثير من العوائل نسحت وتواجدت في أربيل، ارتئينا أنه هذه السنة يشاركونا مجموعة من الأطفال النازحين الموجودين في أحد المجمعات ويبلغ عددهم تقريبا 50 طفل، حتى تكون الفرحة بالتساوي أو مقتسمة على جميع مكونات اللي موجودة ويانا اليوم كشعب واحد وكبلد واحد. تضمنت الاحتفالية فقرات ترفيهية وفقرات ألعاب متنوعة بالإضافة إلى مجموعات من فرق الرقص وبعض المشاهد التمثيلية وتوزيع الهدايا على الأطفال. كل عام 1/6 نقيم احتفالية للأطفال لكون الأطفال محرومين من الفرحة والبهجة، فنحاول نقدمهم في شيء مفرح بهذا اليوم لأن أطفالنا يستحقون الفرح في حياتهم. فعندنا فقرات أنت محبوب، ألعاب دمى، ساحر، عندنا فريق رقص، فقرات متنوعة، ألعاب ترفيهية للأطفال، وأيضا عندنا فقرة حلويات للأطفال والكبار أيضا، وعندنا آخر شيء فقرة توزيع الهدايا لكل طفل. اليوم هو يوم كلش رائع بالنسبة لأطفالنا، لأن بهالأوضاع اللي نعيشها حاليا بالعراق خاصة الطفل محروم من هواي أشياء، الطفل محروم احتمال من هدية بسيطة أهله ما يقدرون يوفروها له، بس برغم هذا عملنا هاي الاحتفالية بالمديرية العامة للثقافة والفنون السريانية حتى نفرح أطفالنا ولو بجزء بسيط. حيث شاركت في الاحتفالية مجموعة من الأطفال في إحدى مجمعات النازحين، عسى يستطيعوا بذلك أن يزرعوا البسمة على وجوههم البريئة. الطفولة أسمى ما في الوجود وأنبلها، فهي عنوان البراءة. احتفالية اليوم حاولت إخراج الطفل العراقي من جو الحروب وإدخاله في جو من السعادة والفرح. دلشين الصوفي، المدى، أربيل.